هنعمل ايه النهارده بقى؟ هنعمل مكرونه وكبده الفراخ، بس انا عايزاهم هما الاثنين طبق واحد، يعني عايزه طبق مكرونه بطريقتهم، كل واحده بطريقتها، اللي عايزه تعملها بالريد صوص، اللي عايزه تعملها بوايت صوص براحتها، وعايزه كبده الفراخ، عايزه اكل كبده الفراخ ما اشمش فيها ريحه زفاره، الاقي التتبيله بتاعتها حلوه، معموله حلوه او مستويه كويس قوي، وده هيبقى طبقنا الموحد النهارده مع شيفاتنا اللي موجودين، شيف نهى وشيف اسراء، ويلا بينا نبدا المسابقه. خطوه لورا، يلا بينا. نفس عميق. ناخد نفس. فين نفسك يا لهوي؟ جيب نوع نفسها مقطوع من قبل ما تبدا شويه طشه كده. فين؟ مش سامعه صوت النفس اهو. نفس عميق يا جماعه، ونبدا على بركه الله. 1 2 3 اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا اتفضلوا، هو احنا محتاجين نشغل البوتاجاز؟ طيب احنا ما تفضلوش يا جماعه، هنثبت. عايزه نفتح عندي عين دي. دي اصغر عين. طب يبقى اكبر عين. اكبر عين اللي هناك دي. اكبر عين او اكتر عين حاميه جدا دي. ماشي. وعايزه عين انت حيرتي البوتاجاز وحاجه. ما انا عشان عايزه احط الصلصه الاول. طيب انا كده هولع لك العينين دول. ماشي. دول اكبر عينين. شيف نهى اكبر عينين برضو. اكبر عينين برضو. ومعلقه وسباتيولا. حاضر. بحب الناس انا ايه الرايقه اللي محدده طلباتها. شغلي لي العينين دول وايه وسباتيولا وايه ومعلقه. وسباتيولا وسباتيولا ومعلقه. اثنين سباتيولا ومعلقه. يلا اثنين. لا ده انت داخله على طعمها. اللي ولعت اللي تحت. مش عايزين اعمل لك جمعيه بقى عشان اجيب لك الاكسسوارات دي. وانا عايزه سباتيولا برضه. ميرسي يا روحي. شكرا. لا استني انا ولعت لك. خلي عليا وهقلب وخلاص. ثانيه اسراء جايه لك يا اسراء، ما تصطاديش في الزحمه. حاضر. شكلي برضو انا عندي انا دايما عندي بحول بين. ها قولي لي طلباتك. عايزه سباتيولا برضو عشان اقلب وكده. عايزه معلقه. تمام. مش معنى انت يعني معلقه ليه؟ مش عايزه معلقه. مش عايزه معلقه. انا هدوق بعدين. والله هي نهى قالت عايزه معلقه، فقلت يمكن انت عايزه معلقه. طيب هو كمان هنعمل ايه؟ ايه اول خطوه شفناها؟ بصي حضرتك، احنا هنسخن بس الحله وهنعمل مكرونه، هنعمل التسبيكه ونشتغل برده في الكبده. طيب ماشي تمام. يبقى انت كده دلوقتي تسخن بس معايا شويه. طيب وانت هنا يا شيف اسراء. هحط الزيت بقى وابدا اسبك الاول. ماشي. هتسبكي الصلصه الاول. تمام. يلا اشتغل اشتغل يعني اشتغل. طيب يلا يا منى قولي لي كومنتات حبايبنا، واللايف فين يا جماعه؟ يلا. يبقى انت كده حطيتي الزيت. حطيت الزيت وهحط شويه بصل. ماشي. انت كده ده للمكرونه يعني زي بصلايه مثلا. ده للمكرونه لما يعني هي لسه ما سخنتش. ماشي يلا. استنى حضرتك في معلقه يلا. خشب مامة كارما دلوقتي يا جماعه بتقول بالتوفيق للجميع، وان كارما صحتها مخصوص علشان تتفرج على الحلقه. صباح الفل عليك يا ام كارما، صباح العسل عليك يا احلى كارما في الدنيا. يلا فين الكومنتات الحلوه؟ مش هتنزلوا لايف على الشاشه يا جماعه ولا ايه؟ يلا. ماشي يلا. بنعمل ايه؟ عايزه ايه؟ هسبك الطماطم. انت كده مستنيه بس انها تسخن. صح كده؟ وانت كمان تسخن بس شويه برضه. حطيتي زيت هنا وهنا. دي سخنت، هحط هنا الزيت برضه شويه. ماشي. عشان يعني كده انتوا الاثنين خطواتكم واحده، حاطين زيت هنا وهنا. هتشتغلوا في الاثنين مع بعض. تمام. انا ممكن استخدم حضرتك في معلقه ثانيه علشان الكبده بقى. طيب انا حساكي من اولها كده يا ست اسراء طلباتك كتير شويه. معلش والله بقى طلباتك كتير شويه يا شيخ. نعم اتفضلي ساعديني يلا. عايزه ايه؟ اخلصي. عايزه ايه؟ معلقه. اتفضلي. داخله على طمع دي ولا ايه؟ عامل ايه بقى؟ خدت سباتيولا وخدت معلقتين خشب ولسه ما شفتش اي نتيجه. اهو الريحه بدات تطلع. كل الاكسسوارات اللي عماله تطلبها ده ولسه مفيش غير الزيت على النار بس. لا 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 بس الزيت ريحته حلوه ولا لا؟ ما تدخلي في الوصفه تعملي الزيت ريحته حلوه ولا لا؟ انه بقى علشان شيف نهى خدتنا كده. بتعملي ايه يا شيف نهى؟ بصي حضرتك انا حطيت الزيت سخن ونزلت بالثومه قبل ما تصفر. هنزل معاها بالبصل. ماشي. وهقلبها. طب ناخد معلقه خشب احسن؟ ايه رايك؟ لا معايا سباتيولا. او سباتيولا بلاش المعلقه المعدن بس. ماشي. يعني انت نزلتي بالثومه الاول؟ الثومه وبعد كده البصل. هتشوح الثومه كده لون على طول. ما هي دي مشكله ان احنا ننزل بالثومه الاول بس تبتدي نكهه حلوه طعم حلو. دول مش عايزاهم؟ لا وانا محتاجه المعلقه. ماشي. اللي مش عايزاه هاتيه. وانت لسه ما فيش حاجه عندك؟ قربت هتيجي. قربت انزل على ال. قولي يا اسراء انت كده بتعملي ايه؟ قولي بتعملي ايه؟ خلاص انا البصل بدا يدبل اهو شويه وهنزل على طول بالصلصه. ماشي. وانت هنا يا شيف نهى
خلاص اهي يا دوبك الصلصه. خدي الحته دي كمان معاكي. انا هنزل بالصلصه اهو. قولي لنا كده انت عملتي ايه؟ انا بس حمرت البصله ونزلت بالصلصه. حمرت البصله ونزلت بالصلصه بس كده ماشي. بصيها بقى ده عصير طماطم مضروب في الخلاط عادي. ولا اي حاجه ماشي. وانت هنا يا شيفتنا خلاص اهو البصله تحمر وننزل بالصلصه. هتنزلي بالصلصه. هاتيها هنا. انت برضو هنا حمرتي يا دوبك البصله وبرده ده عصير طماطم برضو في الخلاط. ايوه صح كده؟ ماشي. البصله بتاعت بصله الكبده مش بديها لون، هي بس بتدبل بس. بصله الكبده ما بتديهاش لون. حط لها بقى التومه دلوقتي. هتحط لها ايه؟ تومه. التومه. دي للكبده. ماشي. هي بس كده ريحه. ماشي. وقلتها حته سكينه. حاضر. سكينه عينيا. لا معلش نسيت اقطعه معلش. وعندك احلى سكينه للشيف اسراء. شكرا. هتعملي ايه بعد كده؟ الفلفل هاخد بس منه حته. ماشي انا بلاش حرق عشان اعرف. لا مش حاميه يعني. ان شاء الله ما يبقاش حاميه. ربنا يستر. هحط بس ربعها يعني. ماشي. كده زي ما هي. ده كده للكبده بس تدي ريحه. طب نقول تاني انت عملتي ايه؟ الزيت والبصل والثوم وقرن فلفل حامي ده للكبده. شفتنا شفنوها. نزلت بالثوم بعد كده البصل بعد كده الكبده بشوحها بس تاخد تشويحه السوا بتاعها. وهبدا بقى هنزل ببقيه التوابل. ماشي. بس انت بتشوحيها الاول وبعدين تنزلي بالتوابل بتاعتك. مش يعني مش قوي يعني مش بسويها سوا كامل. يعني نص سوا عشان برضو عايزه التوابل تاخد الطعم يبقى طعمها موجود في الكبده زي ما هي. صح كده؟ من كده تمام. هحط بقى البطاطس. ممكن معلقه؟ هتحطي البطاطس الاول؟ بصي انت عندك كذا انا عشان عايز اشوحها من الاول مع البصله والتومه وبعد كده هنزل بقى بالكبده وبعدين اسيبهم. طب ماشي. ما الاثبات اللي بنجيبها اهي ماشي اهي خفي مواعين شويه. يعني منين هيغسلها؟ حزي الميه بس. حزي الميه. حاضر يا ام عمر. اهلا وسهلا يا ام عمر. يا حبيبتي ازيك حبيبه قلبي عامله ايه؟ ربنا يخليكي. ازيك انتي؟ الحمد لله. معايا؟ يا حبيبتي اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. عامله ايه؟ يا منوره الدنيا والله. ربنا يخليكي. انت اللي نورتينا والله. جميل كده الواحد لما بيستوح فيكي الصبح اليوم بيبقى جميل طول النهار. يا رب يخليكي يا حبيبتي والله. تعيشي والله يا ماما. الواحد بيحس ببهجه كده لما بيتفرج عليكي الصبح. يا نهار ابيض يا ناس على الكلام. اروح انا فين بقى في الكلام الحلو ده؟ والله الواحد بيحس ببهجه كده واليوم بيبقى جميل. الله يكرمك يا حبيبتي نورتيني والله يا ماما. ربنا يكبر بخاطرك وبحيي الشيفات اللي معاكي والله. ايوه قولي بقى كلمه لشيف نهى وكلمه لشيف اسراء. قولي لهم كلمتين بقى كده شجعيهم. والله ربنا معاهم يا رب يوفقهم ان شاء الله ويفتح لهم ابواب الرزق كمان وكمان. اللهم امين يا رب. ويجعل البرنامج والحلقه دي سبب فعلا ربنا يفتح لهم ابواب الرزق يا رب. اللهم دي احسن حاجه عجبتني علشان انا عندي قناه برضو واشتركت مره في برنامج وما حبوش يقولوا واتضايقوا جدا لما عرفوا ان انا عندي قناه بسيطه يعني كنت لسه بقول يا هادي ولحد دلوقتي. بس ايه في ناس بتحب تحبط كده وما بتحبش تطلع حد على ازاي. لا ازاي بس الارزاق بتاعت ربنا والله. طبعا طبعا ربنا يبارك لكم. الله يخليك يا ام عمر. بص يا ام عمر ادخلي على لينك المسابقه عشان اشتركي في الجروب بتاع الواتساب اللي عليه المسابقه اللي بنختار منه المتسابقين. هتلاقي عندك اللينك بتاع المسابقه على صفحه قناه هي العامه. ادخلي على اللينك وتبقي كده اشتركتي معانا في الجروب وكل اسبوع بننزل سؤال واللي بيجاوب صح بنختار اتنين من المتسابقات بينوروني زي شيف نوى وشيف اسراء كده النهارده. فاتمنى ان شاء الله يا ام عمر بجد تنوريني وتكوني موجوده معايا ان شاء الله. قولي لنا يا شيف نوى انت عملتي ايه؟ هو انا نزلت بشويه ميه مغليه بس كده عشان اعمل لها صوص شويه. ماشي. عايزه تعملي لها صوص بني كده حلو. تمام. ماشي. وحطيت التوابل فلفل اسود وملح وحطيت التوابل الكبده. وهنحط شويه صغيرين. ماشي. وانتي يا اسراء؟ انا حطيت البطاطس ودلوقتي هنزل الكبده بقى. ماشي. الريحه اللي طالعه دي ريحه البطاطس متشوحه مع البصل والثوم. صح. طب كده البطاطس هتستوي بسوى الكبده ان شاء ولا ما انا هتتهيري على الكبده تستوي؟ لا مش هتتهيري. اسكتي يا لساني دي بتضرب فيا لساني. حاسبي بقى خلي بالك خلي بالك. شفتي بقى الكبده الصح لازم تضرب كده.
طبعا لازم تتشوح. لازم تضرب. بصي هي العلامات اللي في ايدينا دي كلها هي دي علامات الجوده. لا دي علامات الجوده. لا هنا انا بتكلم. العلامات اللي هي اللسعه والكلام ده كله يا جماعه. أيوة. دي كده. لا انت بتقعدي هو ده الشيء الصح. ده الشيء الصح. صح يا شيف نوع. صح يا استاذه هاني. شايفه في ورا جرجير بقى والدنيا. مش هقلبها كتير بقى علشان الكبده ايه ما تهريش معايا. هبدا بقى اتبلها. ماشي. هتتبلي بايه؟ هتتبلي بملح. ده الفلفل الاسود الاول. ماشي. وايه تاني؟ وملح وشويه كزبره. ايه ده؟ انت وانا ممكن اهدد عن النار. عايزه تهديها؟ حاضر. وطيها خالص يعني؟ انا هديها شويه قوي. انا هديتها لك خالص. سوري معلش. يلا. يا نعم. البتاع شفتي بقى التوتر بيعمل ايه؟ ايه اللي حصل؟ دلقت شويه فلفل اسود. دلقت شويه كتير؟ شويه صغيرين. انا عايزه اقول لكم ان الكبده بس طبعا اقول المعلومه دي بعد ما هم خلاص شويه. لا الكبده ما بتحبش الفلفل الاسود. يعني دي معلومه يا جماعه حطوها حلقه في ودنكم. فانا مستغربه ان المتسابقات معايا النهارده ليه اتنين حاطين فلفل اسود. شويه صغيرين. عشان انا مالي يا اختي انت وهي. انا ليا ان انا ادوق في الاخر. استني هتعملي ايه هنا؟ هحط ليمونه. هتعصري ليمونه دلوقتي؟ وحطيت دبس رمان. حطيتي دبس رمان وتعصري ليمونه. يلا بينا. يلا استاذ احمد. اسراء هنا حطت دبس رمان وبتعصر ليمونه اهي. ماشي. هتعصري ليمونه كامله؟ ليمونه كامله. ماشي. لان معايا كيلو كبده. طيب شيف نهى حطيتي ايه؟ حطيتي دبس الرمان. دبس الرمان والفلفل. طب كنت اصبري يا جماعه اللي يجي يحط حاجه يقول لنا عشان بس الكاميرا تجيبها. خلاص ماشي. يعني كل خطوه جديده يا شيف نقع. حاضر. قولي لنا عشان الكاميرا تجيب لك خطوات. انت حطيتي دبس الرمان وحطيتي فلفل حامي. الفلفل الحامي بس مقطعينه شرايح كده وخلاص. مش حره انت وهي. الاكله الحاميه مش هعرف ادوقها. لا طمني. هاتي يا عبد الوهاب. هات عبد الوهاب. تعالى اما اقول لك. هات القهوه اللي معاك دي. والله معلش يا استاذ احمد بس. يلا ممكن نوطي شويه على الصلصه احسن. ها؟ اوطي لك على الصلصه. لا يا جماعه اصل عايزه اقول لكم حاجه بصرح. يعني هو عارف ان انا مدمنه قهوه فيقف قدامي بيشرب القهوه. لا معلش بقى هو يروح يعمل غيرها. صح يا عبد الله؟ بس وادي نتيجه اللي بيغذني على الهوا. احنا وطينا على الصلصه. دي بهدلنا الدنيا. لا ده احنا وطينا على الكبده. سوري. طيب. انا لا بس هي لا دي. هي طيب. كده اهو. ماشي. عايزه تطفي خالص؟ لا عايزه احط بقى. اصل العين دي اعلى عين فمهما وطينا هتبقى عاليه برضه. طب بهدلنا. عايزه لا ما يهمكيش عادي. تعالي هاتيها هنا وهطفي دي خالص. طيب هاتيها هنا. ايوه كده. يلا بتضحكي على ايه؟ طيب احسن. بصي يا منى ان شاء الله ما اشربهاش بس ما يقفش يغذني بيها. مش هشربها بس اللي تكون عينه فيها بس ما يقفش يغذني بيها. قولي لي هتحطي مكعب مرقه. هتحطي مكعب مرقه في الصلصه؟ يا استاذ احمد. اسراء هنا تحط مكعب مرقه في الصلصه. ايوه كده. اللي يعمل خطوه يا جماعه يقول. ماشي. شويه فلفل اسود. شويه فلفل اسود. ما انا كنت جنبك. طب ماشي. ما حضرتك قولي طلباتك كلها على بعضها. طيب وشويه ما انا هتبلها بقى. وايه تاني؟ ماشي احنا معاكي. شويه ملح. وشويه ملح. وشويه سكر. وشويه سكر. شويه سكر صغنن. ماشي. ودي كده تتبيلاتك. وشويه كمون للصابون. قولي لنا تاني حطيتي ايه بقى؟ ملح وفلفل. ومكعب مرقه. ماشي. وسكر وشويه كمون. ماشي. انت كده خلاص هتقلبيها وتبلتي كده. خلاص امشي. خلاص اتفضلي. في نوها يا جماعه قول. ده ملح بس يا جماعه قول. يعني زي ما جبنا شيف اسراء كده نجيبك انت كمان. حطيتي على الصلصه ملح وايه؟ ملح بس وفلفل اسود. ملح وفلفل اسود. دي خلاص هنشيلها من على النار. حطيتي في الصلصه ملح وفلفل اسود بس. بس في اي حاجه تانية تحطيها؟ لا ماشي. في نقطه انا مش سامعاك. لا علي صوتك كده بقى. انت بذمتك في البيت صوتك واطي كده؟ انت تلاقي في البيت صوتك قد كده. انت عندك اولاد؟ معايا. طالما عندك اولاد استحاله صوتك يفضل واطي. انا واحده من الناس يا جماعه والله العظيم. زمان كنت رقيقه قوي ما كانش صوتي بيطلع. تعالوا شوفوا دلوقتي مين معانا. يا ألفت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فوفي؟ كيف حالك؟ عامله ايه؟
ازيك يا حبيبه قلبي؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت منورانا النهارده يا ولد. انا بقالي سنين بدور عليكي يا حبيبتي. سنين ليه؟ ما انا انت عارفه لولا التلفزيون باظ وغيرت السلك وفوجئت ايه الكراسي هي يا حبيبه قلبي. يا حبيبتي انت نورتيني، وبصي تكلميني على طول. وفوجئت لي كراسي هي دي، وفوجئت لقيتك فيها. بقيتي تصدق من ساعتها بقالي 3 4 5 شهور عماله بحاول عشان اتصل عليكي يا حبيبتي. لا اتكلميني على طول. وحشتني قوي والله العظيم. حبيب قلبي انا بكلمك والله. حبيبتي تنوريني. سلم ايديكي. ربنا يبارك لي فيكي. يبارك لي فيكي يا رب. طول العمر والصحه والعافيه والمعافاه دائما يا رب. يخليكي والله يا ألفت، تعيشي. ربنا يكرمك يا حبيبتي، نورتيني يا حبيبه قلبي. وهستنى اسمع صوتك في الخير تاني يا رب، معايا على طول يا رب. شيف نوها كده احنا خلاص الكبده خلصت ماشي، والتسبيكه بس تاخد شويه وطينا عليها ومهدين النار عليها. طب هنا الكبده كده خلصت خلاص؟ مش هتضيفي اي اضافات تانية؟ لا ما خلاص، احنا ضفنا دبس الرمان والفلفل. يعني انت اكتفيتي بطعم دبس الرمان ده كفايه. وهنحط شويه خضره. شويه خضره. خضره ايه بقى؟ شبت. هتحطي عليها شبت؟ يعني عودين شبت. هجيب لك فين طيب الشبت؟ فين يا جماعه؟ دي الخضره بتاعتك؟ ها. وهنا شي في سيرو. دلوقتي هحط التوابل الناشفه. ورق لورا وقرفه وحبهان. ماشي ماشي. ورق لورا وقرفه، عود قرفه عود واحد وثلاث فصوص حبهان يعني. تمام. وشويه كزبره ناشفه. كزبره ناشفه، حلو قوي. ماشي. انت كده بالنسبه لك الصلصه امان ووطيتي عليها. ولا كبده بتستوي مع البطاطس. ماشي. وهنا شيف نهى الجميله، انت كده حطيتي حضرتك. هنقلبها بس كده ودي الطعم معاها وخلاص. ماشي. ونبدا بقى نغرفها. هي كده استوت. هنقدمها مش دلوقتي بقى، مش هنقدمها دلوقتي. انا ممكن استاذن حضرتك معلقه علشان ادوقهم بس ملحهم ايه؟ معلقه. ماشي اتفضلي. يكشي نظبط الطعم. معلقه اهي. يكشي تظبطي لنا الطعم. تعباني من الصبح تعباني. شيف نهى والله العظيم انت اطيب منها بكتير، خلي بالك خلي بالك. هم كل اللي اسمهم اسراء كده. لا ده بصي ما تجيش ناحيه اسراء، دي بنتي الوحيده. اوعي. ربنا يبارك لك فيها. ربنا يبارك. ربنا يتم شفاها على خير يا رب. اللهم امين. دي هتنشف يا شيف نهى. ما خلاص احنا خلصناها، بس ما ترجعهاش على النار تاني بقى. هنقدم. تطفي دي؟ اطفيها لي. انا بحسبك حضرتك طفيتيها. لا انت قلتي لي وانا ما طفيتهاش. بتتهميني. سوري. يا سلام عليا. وقعيني في الغلط يا شيف نهى. هنغرف دلوقتي؟ لا مش هنغرف دلوقتي، احنا لسه شويه. نطلع فاصل، ايه رايكم؟ يلا بينا. نطلع فاصل يا جماعه على ما شفتنا الجمال يكملوا سوى الكبده، وانا بقى اشرب القهوه بتاعت عبد الوهاب حتى لو عينه فيها هشربها برده في الفاصل، وربنا يستر تطمنوا عليا بعد الفاصل. مستنيه كل كومنتاتكم الحلوه على اللايف بتاعنا على صفحه هي العامه، وقيموا معايا شغلنا والخطوات اللي مشيت بيها شيف نهى والخطوات اللي مشيت بيها شيف اسراء، وناخد مع بعض خطوه خطوه كده لغايه ان شاء الله ما نشوف مين هيفوز معانا. مع ان انا في نظري هما الاثنين فايزين، ربنا يبارك لهم جميعا.